اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. انا بقول الجمل الانشائيه دي كل يوم حد من كل اسبوع، وبنذكر حضراتكم ان احنا عندنا طول الاسبوع مختلف يوم عن التاني. السبت امبارح كان فقرة تدريبية تعليمية لكل المبتدئين في المطبخ، والنهاردة الأكل صحي وفرصة قبل الشهر الكريم. كل عام وحضراتكم بخير. رمضان خلاص بيخبط على الأبواب، بنستعد بنخزن بنستف الحاجات بتاعتنا. كمان المفروض نعمل وقفة صحية، يعني نقلل شوية من الدهون والنشويات والحاجات اللي احنا عارفينها عشان نخش على رمضان بقلب جامد كده. واحنا المصريين معروف عننا الكرم والعزايم، وعشر الأوائل من رمضان دايما نعزم بعضينا، وصلة الرحم دي مهمة جدا. النهارده هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معايا كروبايه النهارده، هعمل رز بالكرنب مش محشي، هريحك من موضوع المحشي، هي نفس مكونات المحشي بس هنعمل طبق رز كده بالكرنب. والميزه ان الكرنب يستوي وما يعملش انتفاخات ولا غازات علشان ما يملاش معدتنا. هنضيف له ايه؟ المفاجاه في تفاصيل الحلقه. معانا لحمه هبره النهارده، ولما بقول هبره السؤال ده كان على السوشيال ميديا، هبره يعني ايه؟ اخواننا الشوام والسوريين يعني حته كده كلها حمراء، نسبه الدهون فيها تقريبا لا تتعدى 10% زي ما موجوده على الشاشه. هنعمل النهارده كباب الحله بالاناناس. الاناناس معانا بنشتريه طبعا، وبنشوف الجرنش بتاعنا والبرزنتيشن بتاعنا، ونشوف ازاي نقدمها مع الاناناس كباب حله، والخبز السوري او الخبز الصاج يكون هو في المقدمه. معانا النهارده المفاجاه عصير الرشاقه. عصير بيخسس، بينزل الكوليسترول، بيحرق الدهون، مفيد جدا، وكمان بيساعد على مشاكل الامساك. عصير الرشاقه اللي هو عباره عن خيار وجنزبيل ونعناع وعسل، دي المكونات بتاعته الاساسيه. بينضرب في الخلاط، له كذا طريقه ممكن اقدمه لحضراتكم، وسموه عصير الرشاقه على طريقه المغازي. حلقتي فيها تفاصيل كتير، معلومه غير معلومه، اكل صحي النهارده. والميزه ان احنا لما بنعمل اكل صحي بيناسب كل الاعمار، اطفال، كبار السن، مهم جدا كمان للرياضيين علشان نقلل الدهون ومشاكل الصحيه اللي احنا عارفينها. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل في تفاصيل كتير في الحلقه، واجوبه كتير على اسئله حضراتكم من خلال الاتصال. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل عصير الرشاقه. عصير الرشاقه ده سهل وبسيط، ومحتوياته أو مكوناته في متناول الجميع، إذا كان جنزبيل أو خيار أو نعناع أخضر من عند الفكهاني اللي موجود على الناصية عينية، أو عسل زهرة البرسيم أو موالح حسب الرغبة. سيبك من العسل اللي سعره غالي ده، ملوش أي لازمة خالص. خليك في العسل بتاعنا المصري اللي العالم بيحسدنا عليه لأنه طالع من أرض مصرية. المقادير على الشاشة. جنزبيل، اللهم صل على النبي، وايه تاني؟ ومعانا كمان خيار وليمون وعسل. وتعالوا نقلب الرز. الله الله، شويه رز بيتكلم مصري، في قلب الحله. الكرنب استوى طبعا، الرز استوى، في طريقه للسوى. لو المخرج كده حد عمل لنا واسطه ودخلنا كده واداني 5 دقايق، الله عليك، والله اكلك منه. سيبه كده على النار. لسه الفص التوم الني اللي انا حطيته جوه الكرنب عامل قلبان، بيقول الكرنب ورينا عضلاتك بقى من الغازات، وهكذا الكمون. هنغطيها ونخليها على جنب. تعالوا نعمل العصير بسرعه. نغطي. نعم حاضر، هعمل العصير وخلاص. زي الفل يا مسهل. ناخد الخلاط بتاعنا ده كده، وعايز اعمل العصير ده علشان الناس اللي بتسال شيف مغازي انت بتعمل عصير بينزل الوزن، وخاصة قبل الشهر الكريم رمضان، حلو قوي. حلو. هنعمل ايه يا شيف؟ معانا الخيار، بنجيب سكينة، السكينة دي ما عدتش لا على بصلة ولا على تومة، ونحط الخيار هنا كده. لا مش هقشره، المخرج بيقول لي ما تقشرش، انا عايز القشرة الخارجية. والخيار ده لازم يتغسل بليفه مخصصه لغسيل الخضروات، تخليها عندك، تحطها في كيسه كده نايلون لما تيجي تغسلي الخيار، الكوسه، الجزر، الحاجات دي مهمه جدا. ده نعناع وخيار، حلو الكلام. عندنا جنزبيل طازه، بناخد قطعه من الجنزبيل كده نقشرها بالراحه، ممكن نبشره، ممكن نحطها زي ما هي، وما نكترش جنزبيل كتير لانه ده شويه سبايسي. نحطها هنا كده. رحت فين؟ رحت فين يا حاج؟ خليك هنا. ننزل بالعسل النحل، ماء مثلج، عندك مكعبات تلج في الثلاجه تبقى انت احسن مني. عسل زهرة البرسيم بتاعنا الجميل الحلو. حلو، اللهم صل على النبي. ننزل بماء مثلج. حليب، والله انا مش حابب الحليب ولكن انا حابب الميه كده زي الفل. تمام. كل ده في قلب الخلاط، كل ده في قلب الخلاط يا عم الشيخ، ونقول له مع السلامه. يا الله، معلش على الصوت، العصير كده خالص. اللهم صل على النبي. ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف؟ عصير الجنزبيل مع الخيار مع العسل في الكاسات. حلقات النهارده فيها تفاصيل، فيها معلومه غير معلومه، اكل صحي بيتكلم مصري بيناسب كل الاعمار، الصغير والكبير، كباب حله بالاناناس مغروف بشكل تاني وطعم تاني، رز بالكرنب واخد فليفر جامد جدا مصري. معانا عصير الرشاقه النهارده بيتصدر القائمه بتاعته الجنزبيل والعسل من خير ارضنا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.